او يدق اكتر حتى يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر. الله يخليك. الحقيقة أنا جاي لحتى أشرح لك وضعك. لا تشرح لي ولا بشرح لك. مين سمح لك تدخل على مكتبي بهالشكل؟ شو الدنيا فلتانة؟ الله يخليك الله يخليك. الحقيقة السكرتيرة هي اللي سمحت لي إني أدخل. في موعد سابق؟ لا سيدي ما في موعد سابق. سهيلة تعال عندي بسرعة. مور استاذ. كيف بتسمح للأخ يدخل على مكتبي بدون موعد سابق؟ استاذ انتوا قلتوا بالاجتماع الماضي انه بابي مفتوح لكل المواطنين ولا تردوا حدا عن بابي. يا سهيلة الحكي والتمني شيء والإجراء الفعلي شيء آخر. أنا أصدرت أمر إداري مكتوب بهالشي؟ لا لا أبدا استاذ. تفضلي روحي لشغلك. تفضل معي إذا بتريد. لا لا تركيه هون. روحي لشغلك لو سمحتي. حاضر استاذ. الحقيقة أنا آسف أستاذ، أنا بعتذر يعني إذا أسأت التصرف، لأنه أنا بالفعل يعني حقيقة أنا عادة ما بستقبل حدا بمكتبي بدون موعد. بعدين شلون أنت هيك بتفوت لعندي على مكتبي بدون ما تدق الباب؟ شو مفكر حالك فايت على مضارب بدو ولا على خان؟ أعوذ بالله أستاذ، أنا دقيت على الباب 3-4 مرات بس يمكن حضرتكم ما سمعتوا. شلون ما سمعت يعني؟ شو مفكرني أطرش؟ العفو أستاذ أنا دقيت على الباب كتير بس لما حضرتكم ما رديتوا فتحت الباب ودخلت. يا أخي أنا ما سمعتك ما سمعتك عم تفهم؟ لو سمعت دق الباب كنت قلت لك على الأقل تفضل. الله يخليك الله يخليك بس أنا عفوا سيدي مو معقول ما تسمعني لأنه بالأول نقرت على الباب بلطف بعدين قويت الدقة بعدين صرت خبط بكفوفي على الباب تخبيط مثل يلي عم بدق على باب بستان. الحقيقة يعني بصراحة ما حبيت أدخل لعندكم قبل ما أسمع الإذن بالدخول. هلا من كل عقلك عم تحكي ولا جاي عم تمزح مشان ضيعي وقتي؟ اعوذ بالله يا استاذ شو امزح؟ ليش في حدا بيسترجي يمزح معكم؟ ايه بس هالكلام اللي عم تقوله مو معقول منو؟ عم احكي الصدق استاذ. امنتوا بالله على المراجعين شو بحبوا بياخذوا بيعطوا. تعال لك تعال تعال. لوين؟ تعال عندي عندي لهون. خير خير استاذ. عود ورا طاولتي لقلك. نعم؟ ولك يا عمي عود ورا الطاولة لا تخاف عود. لا تحرجني استاذ الله يخليك. حبيبي عود. الله يخليك الله يخليك. شوف عمي انا هلا رح اطلع لبرا ودق على الباب وبس تسمع الدق بتقول لي تفضل ما بدي منك غير هيك. لا استاذ لا تحرجني اذا بدك. لك يا عمي انا بدي اعرف يا ترى انعطل من الباب ولا من الدق ولا من اداني لانه بصراحه غلي قلبي على اداني يعني بركي بدهم شطف لا سمح الله. عود عود قلت لك عود حبيبي عود عود. خير استاذ في شيء؟ شبك شبك ما في شيء ما في شيء يلا على شغلك. لك ما تروح شو راح تسوي وياه تحرك. في شيء استاذ خير؟ ما في شيء ما في شيء يلا. يخرب بيتك ولك شبك شو ضربك الطرش؟ العمى بقلبك الباب راح يتكسر وانت مطنش ليش ما قلت لي تفضل؟ سوري سوري استاذ انا ما سمعتك ابدا ما سمعت الدق على الباب بنوب. معقول هالحكي؟ معقول ما سمعتني؟ لك مجنون يحكي وعايل يسمع؟ لك البناية كلياتها سمعتني؟ صدقني ما سمعتك. ولك الصوت على الباب مثل دوي القنابل البناية كلها تزهت ويمكن صوتي يوصل للمرجة ولسه بتقلي ما سمعتك. غريب ما سمعت دق على الباب أبدا. ما سمعت ولا نقرة. اعدم شبابي ما سمعت. أما قصة غريبة فعلا. اسمع لقلك تطلع مرة تانية على الباب
وبتدق وبتخبط على قد الله ما يعطيك، وبتصرخ بالصوت العالي وبتنادي لي، فما شو عم بلك؟ حاضر استاذ. يلا ما في شي. يا معالي المدير، يا حضرة المدير، يا أستاذ، يا أستاذ علي صوتك حتى يسمع، يا سعادة المدير، يا حضرة الأستاذ، يا أستاذ بتسمح لي ادخل؟ ولك شبك يخرب بيتك شو بريد؟ ليش ما عم بتدق على الباب؟ امليت وانا عم بنتظرك. اعوذ بالله يا استاذ، اعوذ بالله، شلون ما عم بدق؟ انبح صوتي؟ التهبت حنجرتي، فقفلوا ايدي من الخبيط والعياط والصريخ على الباب؟ شو هالحكي؟ قسما بالله يا استاذ سأل الناس. مزبوط استاذ، انا كنت ماري من هون وشفته. فعلا غريب. هلا عرفت شو السبب. شو السبب؟ هلا عرفت ليش ما عم بسمع الدق على الباب. العلة بالباب يعني؟ شلون الباب؟ الله يخليك، يعني استاذ انتم مركبين له عازل لحتى يكتم الصوت؟ لا لا، شو عازل شو يكتم صوت؟ هذا الباب اللي عندي مثل بقية البواب. طيب اذا كان هيك ليش ما بتغيروه استاذ؟ يعني انتم شو بتخسروا؟ العلة مو بالباب. لكن وين العلة؟ حالي لشوف. حالي تعال. العلة بهالكرسي هاد. شلون يعني؟ انت وين كنت قاعد لما كنت انا عم ادق الباب؟ على هالكرسي هاد، مطرح ما انت قاعد هلا تماما. شوف، ثبت لي بالدليل القاطع والخبرة العملية والتجربة الملموسة انه اللي بيقعد على هالكرسي ما بيسمع مين عم يدق على بابه ابدا.